عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي، بما ان احنا دلوقتي في قناه الاهلي كلنا اهلاويه، احكي لي موقف في واحد من ماتشات الاهلي. رحتي كنت بتحضري في الاستاد؟ للاسف الشديد لا، ولا مره. للاسف الشديد بكررها، للاسف وعد الشديد الماتش الجاي رحب هاني معايا في الاستاد ارجوك. ماتش معين كنت بتتفرجي عليه مثلا فاكراه كويس قوي؟ انا فاكراه كويس جدا، بما اننا بنتكلم على التعصب. بس التعصب انطلاقا من العصبيه مش التعصب في حاجه. بس اكشلي قبل ما احكي لك ده، انا هقول لك ان انا جدتي الله يرحمها، وهي شخص مهم جدا في حياتي، يعني هي كانت اهلاويه جدا جدا، يعني اهلاويه للنهايه. فكانت لما الاهلي بيكسب بتعمل الاتي، هي ساكنه في الدور الرابع، فكانت اولا بتجيب كيلو شوكولاته، الله، تمام، وبتخش البلكونه وبتبدا انها تحدف الشوكولاته دي في الشارع على الناس، وبتجيب بيبسي. انا اسفه لو ده يعني انا متاسفه جدا، بس انا قصدي حاجه ساقعه يعني، المهم بغض النظر عن اللي حصل دلوقتي ده، وبتقعد تدلقها على اساس انه يعني الناس هي شديده السعاده والفرحه والتشجيع للاهلي بشكل غير طبيعي. فانا كبرت شايفه ده، فبقى بالنسبه لي الاهلي ده حاجه يعني ولا في غيره مفرحني حرفيا، معروف كده كده. فافتكر يمكن في ماتش من الماتشات ان انا كنت بتفرج واتعصبت، فخبطت ايدي في الحيطه فايدي كسرت، لا ورمت، مش للدرجه دي. الحمد لله يا رب. بس يعني اللي هو الواحد بيبقى انفستد جدا، لان هو بيشجع من قلبه. بس في نفس الوقت على فكره يعني انا عندي القدر من التصالح مع انه انا بشجع الاهلي، وفعلا انا مؤمنه انه في الاخر اللعبه هي مكسب وخساره. انا يعني نفسي الاهلي يكسب طول الوقت، بس ده مستحيل، لانها وخسارته عمرها ما تخليني ما اشجعوش. هفضل اشجعه، يمكن انتقد، يمكن ازعل، يمكن اتضايق شويه، بس هفضل اشجع الاهلي يعني. ده صح. يعني صح.